السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا نكمل تدريب، إلنا زمان ما فضينا للكلاب بتاتا. طبعا زي ما انتم عارفين عندنا في شهر رمضان كان موعد انتشار الأفاعي السامة، موعد تكاثرها، فكان كل شغلنا صيد أفاعي صيد أفاعي، وما كان عندنا وقت للكلاب. المهم راح نرجع للكلاب. طبعا الكلب المالينو معروف من الكلاب الذكية وبتدرب وحراسة وبيستعملوه للشرطة. شاطر شاطر شاطر. المهم اليوم بدنا ندرب الكلب على تقبيل، يعني بقول له بوسني ببوسني قبلني بقبلني. سلم مرضو اعطيني ايدك. شاطر. تاني بس وقف وقف. تعال مطلع. يلا. يلا مطلع. اقعد. بوسني. شاطر. أنا بخليله الكمامة يبوسني لأنه بديش أنا اللعاب بتاع الكلب يصيب وجهي. بحبش اللعاب بتاعه يصيب وجهي. ماكو تعال يلا. ماكو. تعال. اقعد. بوسني. شاطر. يلا. استني شوي. ماكو. تعال اقعد. وقف. اقعد. اقعد. يلا بوسني. شاطر. خليه يجي مع الفعل. استنى شوي. ماكو. اقعد. بوسني. شاطر شاطر شاطر. يلا تعال. ماكو. يلا 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 يلا. طبعا تدريبات الكلب على التقبيل كل فترة لازم نعمل له اللي هي طريقة لايش؟ للتدريب. والتعال تعال ماكو. شاطر. القشاط يجي يلبس الحيال. ارجع لورا. ارجع ارجع. اقعد. تعال ما وقف. شاطر ما شاطر ما شاطر. تعال ماكو. وقف. اقعد. هي كثير كلاب بتغلب لما تلبس الكمامات وبتخليكش تلبسها او بتصير تمزع فيها. ماكو تعال. وقف. البس الكمامات. شاطر ماكو. شاطر شاطر شاطر. تعال ماكو. ارجم ارجم ماكو. ماكو ارجم. تعال ماكو. وقف. تعال. عوّل عوّل. تعال عوّل.
اهجم. بين جراي شاطر 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 شاطر. معاه جنبي 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 جنبي. بين جراي الكمامة شغلة مهمة في انك تعود الكلب عشان لما تاخده معك صار مثلا حدث اشي هجم اللي ما يغضش. تعال ماكو تعال كمامة كمامة. شاطر 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 شاطر. كمامة كمامة. شاطر 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 شاطر. طبعا يا اخوان تدريب الكلب على انه يلبس الكمامة كيف بالبداية بدك تبلش معه. بتجيب الكمامة بتجيب حبة النقانق بتحطوا لها الموكاش بالشبك. ركزوا كيف مثلا. يلا ما كمامة. هاي اكلها عرفتوا كيف. هاي اول مرة تعملها معه. تاني مرة تالت مرة رابع مرة خامس مرة 10 20 30 40 50. بعدين بصير لما نلبسه الكمامة لحال بعد ما تعملها معه حط حبة النقانق جوا وتعملها معه. بس بدك تكرر يعني كثير مش اول مرة وبدك تتعب مع الكلب. بعدين بصير تعلمه على الكمامة يجي يلبسها لحاله بدون اي غلبة. كمامة تلبسه اياها بتكله شاطر هيك حسها راسه هيك شاطر 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 شاطر. تعال وقف اقعد اقعد تفك الكمامة. هي بس انت اولها الاكل للتعويض بعدين خلص. بس انت برضه لازم تضلك تكافئه. تعال كمامة ركز كمامة هاي كمامة شاطر لحاله بحطها. شفت كيف؟ هاي كمان مرة. وقف وقف اقعد اقعد طلع كمامة 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 شاطر. تعال يلا كمامة شاطر. لبسوا اياها خليك شوي. تعال كمامة شاطر شاطر شاطر. كمامة